ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات. مساء الخير مشاهدينا، حلقة الليلة من برنامج مع الناس غادي نتكلموا فيها على موضوع التنمر. التنمر اللي يمكن ما كان شي واحد فينا ما تعرضش ليه ولو مرة في الحياة، وحنا تنتكلموا مع الناس قليل فاش كنضربوا الحساب للكلمات اللي كنخرجوا من فمنا وما تنكونوش عارفين بأنه الوقع ديالها غادي يبقى يدور في الدين ديالهم سنين ومنين. يعني مسألة اللي كنغفلوا عليها وكان أديو بها بزاف بزاف بعضياتنا. هذه الحكاية اللي غادي نتابعوا تفاصيلها اليوم في برنامج مع الناس، ماشي للفرجة إنما للعبرة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات. هذه الصور مشاهدينا للحكاية اللي غادي نتابعوا التفاصيل ديالها اليوم، وغادي نشوفوا كيفاش الواقع ديال التنمر على حياتنا. بزاف ديال الناس تعيشوه بشكل صامت، بزاف ديال الناس كيدمر لهم حياتهم بلا ما يكونوا فهموا المشكل او لا عرفوا بانه راه فعلا تنمر وبانه خصهم يتجاوزوه. وشكون فينا ما تعرضش للتنمر ولو مره في حياته؟ حنا ملي تنكونوا تنتكلموا ما تنضربوش الحساب للوقع ديال الكلمات ديالنا اللي يقدر الصدى ديالها يبقى يتعاود سنين وسنين في اذهان الناس اللي كنا متوجهين لهم. الحكايه ديال اليوم جات سيده باش تعاودها لينا هنايا في البلاطو ديال برنامج مع الناس، سيده زهره. مرحبا بك لاله زهره. الله يكبر فيك. زهره، بغيتي تعاودي لنا قصتك، قصه ديال هذا التنمر اللي عشتي انت، يعني انت وخصوصا البنت ديالك. نحكيو الحكايه ديالك الناس بوجه مكشوف ولا نخليو الهويه ديالك مخبيه؟ من الاحسن تبقى مخبيه. من الاحسن ونحن كذلك نفضل انك تبقى الهويه ديالك مخبيه. نبداو من البدايه لاله زهره، يعني نتعرفوا عليك اكثر، نتقربوا منك، نشوفوك هكذا في حياتك في البيت ديالك. شكون هي زهره؟ شنو كديري في حياتك؟ شحال عندك ديال الوليدات؟ انا زهره عندي بنيته وحده الله يخليها لي وخليها الوليدات. انا مزوجه، كنزوجوني والديا. قريتي زهره؟ لا ما قريتيش حتى شويه يعني؟ شويه وصافي. شنو علاش ما قريتيش؟ يعني واش كنتي في منطقه نائيه؟ حيت انت زعما ماشي كبيره بزاف تبارك الله. عاد الظروف العائليه اللي ما ساعدتنيش باش نقرا. دخلتي المدرسه وخرجتي؟ دخلت وخرجت وصافي. غير بنت شويه والديا زوجوني. تزوجتي شحال كان في عمرك ملي تزوجتي؟ واش نقول لك؟ صغيره. صغيره بزاف. مدة هادي باش تزوج. بنيتي دابا عندها 14 عام. تبارك الله، وماشي شي مدة يعني، ملي كتقولي مدة تبارك الله زعما باقا انت شادة في راسك هكذا. ولو الزوج ديالك واش كنتي كتعرفيه ولا العائلة اللي زوجاتك ولا؟ لا لا، عائلتي اللي غصبوا عليا نتزوج بيه، كنت نعرفو انا ما ناخذوش اختي. ياك. اويلي 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 على الراجل باقي ناعسين دابا. مرك فين قالي عند الدبوري؟ واش كتقلبي عليا؟ واش تخلينيش نعس على خاطري؟ ونوض قاعد، اش نعس على خاطرك؟ الدهر راه قرب يأذن وانت كتقول لي نعس على خاطري. وسيري فوتيني في هذا الصباح، راه ما قدرتش تشعل معاك وانا مازال ما شعلتش الكالو ديالي. غادي تنوض تجمع عليا هاد المنطقة وتقلب فين ترقد. يا ربي سيدي، انا ما عارفك علاش كتقلبي في هذا الصباح هذا. داكشي اللي كنقلب عليه نظرته مع 7 الصباح. مشيت جففت كاع الديور وجففت الدروج ديال العمارات اللي شاده، ومشيت للمدرسه حتى هي درت فيها الميناج، وانت باقي راقد وشادي هاد المنطه. ونوض تحرك ودير فيك النفس. اشنو زعما باغا تقولي؟ راك انت خدامه علينا. يا اخي على الراجل، هما اللي هادشي كنحلم به؟ وشكون اللي خدام؟ ماشي انا اللي خدامه؟ ما حرامش عليك، انا كنضرب تماره، كنضرب على بنتي. ونوض عاونا، راه حرام عليك، راه انا يديا طاحوا عليا. وشكون اللي قال لك خدمي؟ بنتي هي اللي مطيحاني في هاد الحاله وفي هاد الدل.
وانا ما عجبك حال قلبي لك على شي حال اخر، اما انا دابا راني مرفوع ما تضيش تقلبي عليا. واخا سيدي ما قلتي عيب، لو عاملي تفيق ليا على خاطرك نضرب ليا تشطيب على هاد الزربيه اللي معمره ليا كاع بوانت الكارو. تاجي في غدا غدا نضرب تماره على بنتي باش نجيب لها ما تاكل وما تلبس، غنعول عليك. ايوا بنتك غتجيبي لها ما تاكل وما تلبس، وانا ما تلوحيش 20 درهم باش شري كارو. باباس وجهك قاصح كتقول لك وجهك احمر. ومالي لمن كنقولها لمراتي كنقول لشي حد اخر برانا. يلا لوحي لوحي سربي دغيا سربيني وحني يا دامي. يا ربي الله اش هذا المكتوب هاي. او سيري فين بغيتي دابا؟ راه جاب الله 21 درهم بعد ما تلقاو ضمنناها اليوم. اعتقد ان بعض الزيجات في المغرب لا تتم عن طواعيه من طرف الزوج او الزوجه، بل تتحكم فيها مجموعه من الضوابط الاجتماعيه والصحيه وحتى الدينيه، خصوصا من طرف عائله الزوجه التي تعمل على يعني تزويج بنتها لدوافع محدده، غالبا هذه الدوافع هي تكون لا تصب في مصلحه الزوجه او عش الزوجيه بشكل عام، ولكن لاهداف مختلفه مرتبطه اما بمفهوم الستره كما هو موجود في المجتمع المغربي، او مرتبطه بهدف مصلحه من قبيل زواج الاقارب كنموذج، او باهداف معينه، بمعنى الهدف ليس هو بالضروره تاسيس عش زوجيه وخدمه المجتمع من جوانب محدده، ولكن اهداف اخرى يعني ملتوية. وهذا النوع من الزيجات في الغالب ما تكون له تبعات يعني غير سليمة سواء على المجتمع أو على الفرد أو على الزوجين معا. والو ما يعاون ما يدير حتى شي حاجة، كان نروم جبد ناعس عاطيها غلب اليوم الدوران. شنو كيدير الزوج ديالك في الخدمة ديالو؟ كيبريكولي مرة في الموقف وصافي، وشي نشوفوه عشرة ما نشوفوش وصافي، حتى مرة الكحلاي اللي كندوز انا. كان هكا من الاول من نهار تزوجتي به؟ اختي من نهار هكايا، حيت انا ما كنتش نعرفو، دارنا اللي لقاوني به، زواج الوالدين وصافي. وماشي شي واحد ديال القلب اللي يضرب معك تمارة ويحس بك. ما كيعرفش هذا الشيء. علاش يعني واش والديك كانوا عارفين هذا الشيء ولا ما عارفينش، ولا هذا الشيء اكتشفتي انت مع الوقت ولا؟ ولا العشره كتبين شحال من يعني من الاول ما بانش لك هكذا؟ لا من الاول هو يا نهار الاول هو خيب، زعما ماشي نقول عاد تزوجنا شحال عاد تبدل، نهار الاول فيه البلية فيه. وصبرتي ما مشيتيش عاودتي لوالديك ما تشكيتيش؟ هو كتقولي حنا واحد النهار دابا يتقاد دابا يولي مزيان، بقينا تدرنا ديك البنية وولينا صابين على قبل البنية اش غنديرو اختي. ياك ولدتي البنية شحال بهذا الوقت بقيتي ولدتي؟ ما بقيتش اختي بزاف، شي ست شهور ولا كاك حملتي بنتك. ماما بنتي لبنى نعسه في الصنقه مالك ياك؟ مو خاصمه مع بابا او شان؟ لا بنيتي مخصب راه كاين، ولكن عاخر شي السراح هو يديني النعاس. عارفه كماما فايقه بكري وضربه تماره على قبلي، ولا انا لما ضربتش تماره على بنتي الزوينه لبنى على من غنضربها؟ انا حالفه نبقى نخدم عليك الليل والنهار. الله يحفظك ليا ماما، ان شاء الله غنعوضك على هذا الشيء كامل. هذا الشيء اللي بغيت، هاد الكلام عن سمعك ديما ناجحه وديما الفوق. انا ماما هاد النقطة درت نسيت كاع المشاكل اللي كتضرب. أنا هاي 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 وعشرين وفي النار. إي تبارك الله على بنتي، واه كنبغيك ديما إن شاء الله تكوني ديما أنتي الأولى. كوني هانية عمري نخلي شي واحد يوصل قدامي. ونوضي قدامي نشريك الساندويش اللي عزيز عليك. بصحة ماما. ولا أنا موالفة نكذب عليك؟ يلا نوضي قدامي شدي هاد الورقة ديالك، يلا زيدي قدامي. واخا ويعني وكيفاش هو مره خدام مره ما خدامش، كيفاش كديروا؟ كيفاش كتعيشوا؟ كيفاش كتاكلوا؟ كيفاش؟ واختي الدرك عليا غير انايا، كنخدم في واحد الشركه ديال الميناج وكنمشي نخدم والسبت حتى هو كنعاون شويه مع الناس. كديري الميناج عند الناس السبت والحد؟ والسيمانه كلها مع شركه الميناج؟ في عندهم في وسط الشركه؟ لا في واحد المدرسه. وهي الشركه اللي مكلفه بكم؟ مكلفه بينا. وانا يا حاطيني في واحد المدرسه زعما ديال الفلوس. مدرسه ديال خصوصيه فين كديري الميناج؟ كندير الميناج تمايا. هكذا
وصافي وسبتو لحد كتكون شي مراه ولا هادي كنمشي كنعاونها كتعاونيها حتى يدي بوحدي راجل المبلي خاصو تفيقي الصباح تخلي لي 400 ولا 1000 فرانك كنتي تعطيه الفلوس باش ايوا اختي الا ما عطيتوش ما انا تيدك تقول انا ندقدق واحد الحاله كنعيشها لا اله الا الله محمد رسول الله ما عندي ما ندير ما عائلتك ما قالوا والو على هذا الشيء يعني ما واش غيقولوا راك عارفه الوالدين انا صبر على قبل بنتك وانا صبر على قبل البنيه باش ما تعقدش ليا وصافي تنقول اللهم با داخل خارج ولا والو ما تبقاش بلاش جايه وراجلك ما حاولش يلقى شي خدمه مستقره ولا يدير شي حاجه شي فورماسيون شي حاجه يتعلمها يبدا يخدمها شي صنعه شي والو واختي اللي بات اللي الكامل هويا في البليه وصبح ناعس اش غينوض يخدم العظام اللي غيخدموا راه قاداتهم ليه البليه بحالو ما يديرش اختي ما يخدمش هكاك حتى الا خدم كيمشي يخسر ما في داك الشيء اللي كيخدم ويمشي يخسر الفلوس يعني راجلك ما كيصرفش على الدار والو والو انا نصرف مني ماكله مني شرب مني لبس مني كل شيء دونك انت اللي هازه الاسره يعني انت اللي هازه الدار كل شيء الى يومنا هذا الى يومنا هذا انا اش كاين تاش هاد العجاجه واش هاد الدخاخن يا عاد تقول لك بداو شاويها فين هي جيبها نشعلوا الفخر دابا عطنا الجوع وفينا وفين غيبان هاد الفخر قدام هاد العجاجه يا قاسم ما حرمش عليك اقول يا ما حرمش عليك الدريه تجيب باغا تراجع دروسها فين غتراجع من وسط هاد العجاجه وهاد الدخان ديال الكارو اش من دخان حتى حلي الشرج ما يدني غتهوى دابا يا ربي يا ربي تعفو عليا من هاد العيشه يا ربي شتك وليتي كتشكي بزاف ياك ماما غتفضيها معايا راه نفضيوها دابا ما عندي حتى مشكل عندك الزهره قويسن غالبني بنتي لوبنا وما تشوف اش غندير لك واش نوريك عاودي نسمع اش قلتي يلاه عاودي نسمع ماما والله تا عندك الزهر بنتك جات مالكم تاني والو بنيتي نوضي عداوين نوضي سيري البيت الصغير تراجعي بين ما قديت لك هاد الصالون فين تراجعي ونضخوا عليا هاد الصالون خليني نقادو الدريه تراجع فيه صالون تيلي سمع الصالون يقول ما عطاتو هذا صالون هذا ايوا لقى فيك الخير بحال كاع الرجال تردوا صالون ما نمشي احسن لي قبل ما نفوت فيك شي ضربه خلوش لا الله يا ربي الله اش هذا المكتوب اللي طحت فيه يا ربي دير لي شي تاويل الخير مع هذا الراجل قتلني ولكن انا اللي مصبرني على بنيتي ماما بارك من البكا ماما بارك ورد دموعك عندي غالي والله الا مصبراني انت يا بنتي خروج المراه الى سوق الشغل هو مظهر من مظاهر تطور المجتمع المغربي وهذا ما تعكسه الأرقام في العقود الأخيرة نجد أن المرأة أصبحت تحتل مناصب مهمة في الوظيفة العمومية في المغرب فإذا أخذنا فقط في مجال التربية والتعليم نجد أن نسبة النساء اللواتي تشتغلن في المجال يتعدى 58% في بعض المهن التي تعتبر صعبة الميراث مثل القابل مثلا الفلاحة والصيد البحري الأمر يتجاوز 44% إذن هذه فقط أمثلة ونماذج وقص يمكن أن نسقطها على القطاعات الأخرى فهي تعكس بالملموس قوة المرأة واجتهادها ليس فقط في تقديم خدماتها إلى الأسرة أو إلى بيتها في الداخل بل عملت على مساندة الزوج حتى خارج البيت بالبحث عن مورد مالي آخر بغاية مساعدة الزوج في تلبية الاحتياجات المادية المكلفة طبعا للأسرة المغربية الحديثة والمعاصرة إذن هذا يعكس بالملموس يعني قوة المرأة واجتهادها في تطوير ليس فقط الأسرة التي تعيش فيها ولكن تطوير أو المساهمة في تطوير الاقتصاد المغربي ككل غير أنه للأسف الشديد هذا النضال الذي تقدمه المرأة يفهم من طرف بعض الأزواج بشكل سيء نجد أنه بقدر ما تعمل الزوجة وتضحي من أجل تقديم خدماتها إلى أسرتها بالاشتغال في البيت وخارج البيت نجد أن دور الزوج يتراجع ويصيبه نوع من الكسل ويصيبه أيضا نوع من, 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 من الخمول في تقديم ما ينبغي أن يقدمه لهذه الأسرة ويتخلى عن الدور الذي ينبغي عليه أن يقوم به وهو
أن يأتي بكل المستلزمات التي ينبغي أن يقدمها للأسرة من خلال عمله خارج البيت. خلص الكرة كنقول نوضع خدم نبدلو السكينة اللي فيها نحسنوا شوية من الوضع ديالنا والو خصيصا من السكينة ماشي تليه ياك وانا على قبل البنت بغيتها غتربى في شي جو اللي هو زوين ولكن الغلب الله عطاني ربي راجل لا اله الا الله. وشنو مصبرك مع هذا الراجل؟ كما الا كان هذا السيد ما كيزيدك ما كينقصك يعني ما نافعك في الحياه ما حتى شي حاجه والبليه من الفوق يعني بحال عندك بنيه كتصرفي عليها عادي ما يمكنش عاوتاني تصرفي على واحد الانسان اللي عنده الكتاف باش يقدر يخدم على راسه. شنو مصبرك معاه؟ ورا كتعرفي ملي كيكونوا مشاركين الوليدات الانسان كيصبر على قبل ذوك الولاد راه لا شنو كتصبري اشنو كيزيدك مع الوليدات هذا الراجل هذا شنو يعني حتى القدوه دابا هادشي اللي كتعاودي لينا حتى القدوه لبنته ماشي شي قدوه زوينه ولكن هي باغا باها راه باها كيفاش كيتعامل معها؟ هو هي عادي ما ميهنيها ميدنها ما يعرفها دايره حتى شي حاجه كيهضروا تيخرجوا مع بعضياتهم تيضحك معاها تيلعب معاها لا 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 انا ما يسول فيها ما يعرف لا دخلت لا خرجت لا والو. ايوا شنو مصبرك مع هذا الراجل حكي لينا؟ وهي كتقول لك لا ماما ما نخليوهش وراه مهما كان راه بابا وغصبري وانا ماما نخدم ونكبر ونخدم ونعاونك ونقاد لك وكتشوفي تتعيا وكتقول وتالا اختي بغيت نطلق انا بغيت نطلق وفكرت وغنمشي لدارنا وغنمشي ببنتي ما كاينش اختي في راس عطار حتى الاسره ديالك ما غاداش تقبل ما كاينش اختي ما كاينش يعني صابره حيت ما بالنسبه لك المجتمع ما غيتقبلكش وصافي ولانك بالنسبه لك خصو يكون حاضر باش يربي بنته وراه هو هم غتمشي لداركم خاصك تصرفي ثاني وديري وروينا وما تلقى بنتك ما تلقاش راحتها ولينا هزرها ما يعجبكش الحال واللي دار ما تقول لهم باها والدار ما عندك ما دير احنا صابرين على قبل هذيك البنت وصافي ضيد لنا تاويت الخير هكاك دونك انت عايشه حياتك هكذا يعني بشكل يومي بنتك دابا بدات كبرات قلتي لي شحال عندها شي 14 عام دابا ياك تبارك الله 14 عام كنقرر في واحد المدرسه وكيبقى بالي اختي مشطون معاها تمشي معايا ولا غادي تخليني نمشي بوحدي ثاني الا ما كناش نتعطلوا نمشي معاك راك عارفه ماما راه صاحبتك انا ما كتثقيش فيا غادي ندوز معاك السواق ونكملوا طريقنا هاد السواق تعطلني على ماما وغدير لي حال ها هي جات سير اختي سير ماما تعاوتاني جديك لبنى ماما ما كتجيش عندي والو يا بنيتي كتكاسه وانا نتشوج عليك جيت نجري بلا هوايه وخلاص ماما دوينا وصيتيني ما تخافيش عليا بنيتي هادشي اللي ولات نشوف في اليوتيوب ولا يخلع عارفه اللي كاين مشكله كره خافته من المدرسه للدار عليها ما بغاش تمشي معايا فين نمشي معاك مازال قاريه عندي ساعتين ديال فرنسا ايوا خلاص شوفي ملي تخرجي الا سبقتيني ولا سبقتك انا راح يتبقى لي المدرسه الله يعاونك واذا سبقتك انا ندوز عندك لا 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 بلا ما تجي عندي يشوفوني صحاباتك شنو كندير شوفها ماما خدمتك انا عارفاها ومفتخره بها الا بغيتي دابا نمشي عند صحاباتي ونقول لهم ماما فاش خدامه ونقولها لهم وراسي مرفوع الله يخليك ليا بنيتي الله يرضي عليك ايوا انا غنمشي ملي تخرجي وصلي عليا الله ينجحك جيهان في المجتمع المغربي في مقابل هذا النضال الذي تقدمه الزوجه داخل بيتها وفي سوق الشغل فلا يمكن أن نختلف بأنها تعتبر الضامن الأكبر للأسرة لذلك نجد أنه حتى الجانب القانوني والجانب الإداري وحتى الجانب الديني فهو يساندها في هذا الطرح لأن الزوج لا يمكنه أن يضمن يعني كل المستلزمات المتعلقة بالاستقرار الأسري فالزوج في حقيقة الأمر لا يمكنه أن يقدم الخدمة التي يمكن أن تقدمها الزوجة لأسرتها سواء في علاقتها بأطفالها يجب أن الأطفال يرتبطون أكثر بالأم مقارنة بالأب أو في تتبعها للمسار التعليمي لأبنائها وهو دور يعني لا يمكن أو من نادر جدا أن نجد أن الزوج يرتبط به أو حتى من خلال علاقة الأبناء بأقرانهم في المؤسسات التعليمية أو في الشارع أو في مختلف المجالات الأخرى لذلك نجد أن الأسرة هي التي
تضمن الاستقرار النفسي والاستقرار الاجتماعي والاستقرار الأسري للأسرة ككل وللأطفال بشكل عام. في مقابل الزوج نجد أنه في أول محطة نجده يغادر المكان ويتخلى عنها ويتخلى حتى عن الدور الطبيعي الذي تسنده إليه الطبيعة، وهذا في الحقيقة مؤسف. فبقدر ما نجد أن المرأة تضحي من أجل تطوير الأسرة، نجد أن دور الزوج يتراجع بشكل كبير. ويمكن أن نضع مقارنة بسيطة بين أزواج الألفية الثالثة والأزواج في نهاية القرن العشرين، نجد أن الزوجة كانت يعني في بيتها لا تغادرها الإطلاق، والزوج يتكلف بكل الأشياء. العكس هو الذي نجده حاصل الآن، وهذا يساهم بشكل كبير في مجموعة من المشاكل، من أهمها التفكك الأسري، الطلاق، الانحراف ديال الأبناء وغيره من المشاكل التي تلحق بالأطفال. بارك الله بنيتك تتقرع وهذا، والراجل قلت لي ما نفعك في حتى شي حاجة، واش على الاقل المعامله كيعاملك مزيان؟ اختي كيعاملني لا حطيت لي ولا عطيته ولا وجهت لي ضروري تعطي فلوس باش هو راه كيولي بحال مسطي. كيفاش هو ما خصو ضروري ديك البليه اللي مبليها؟ شنو بلي باش بالحشيش؟ هو كان البليس ما مخلي مشوره براسو بليه. لا زعما واش كياخذ مخدرات ياك؟ شنو كياخذ الحشيش كارو كلشي اختي؟ ودابا هادشي راه خصو مصاريف. ورا مصاريف راه خارج مني انايا. انت اللي كتعطيه باش كي؟ انا اللي كنعطي، انا اللي كنضرب التماره، نخرج نخدم من الصباح، ما نفيق الصباح بكري يلا نوجد لي الفطور عاد نخرج. تقولي هو اللي خدام ماشي انا اللي خدامه، ونخلي لي ضروري حدا راسو الفران وكلا مي، المهم داكشي اللي عندي كنحطو، كندي الدريه معايا في الطريق نحطها في المدرسه ونمشي نخدم اختي. ونجي ثاني في العشيه وكاك خاصني نجي نوجد ليهم ما ياكلوا، راه كيدوز على وجه بنته. والله كون عندي فين نعطي الراس تنزيد، ولكن ما كاينش اللي غيحس بك ولا اللي غيعاونك ولا اللي يساندك. كتوقفي على رجلك كتقولي هم هم ويل ويل، اللهم صبرتي دي ربي وشي نهار تاويلت الخير. داكشي ولا يعني ها هو كياخذ مخدرات وهذا يعني ما تيعنفكش؟ هو نهار ما نعطيش نهار هو الكحل ياك. لا والله اختي غتحل هذا الباب ولا لا؟ حل عليا هذا الباب ولا غنفرقعو دابا. مالك اش كاين؟ اش كاين؟ علاش كدقدق؟ اش كاين؟ وشحال هادي ما كليتي من عندي شي سلخه ديال العصا، ولكن اليوم راه غنفدي فيك القديم والجديد. لحمي ويلف على العصا وانا غنوريك الوف ديال بصح اشنا هو. وسيري الا كنتي مقطوع سير تلحف شي قنت، اما انا والله لا صورتي من عندي شي حاجه. والعظام ديالك غندكدكهم، الكتاب ديالك ما غيبقاوش عندك، وما عندك ما يبقاوش عندك حتى اليدين باش تهز ديك الكراطه وتشفي ديور الناس. شي هادوك ديور الناس لقيت فيهم الخير اللي ما لقيتوش فيك انت. عليا باليمين واليمين يا تنهز ليك هذاك الدركم ديالك اللي تحلك بزاف. الله يهديك، واش انت كتعرف الله اللي تحلف به؟ وسير بعد مني وهذيك البليه ياك تبليتي بها وسير قد بها، اما انا والله لا صورتي ما عندي شي حاجه. واخا هاني الجاي وغنرجع ونوريك البليه شناهي هي، واش خاطر عليها ولا ما خاطرش عليها. والمهم ما بغاش تعطيني ديك 50 درهم. ما عنديش. وانا غادي نوريك دابا، وهاد الكوزينه غندكدكها كلها. ما عاد كامل هايبط الله دابا. يلا الله يا ربي الله، ضربت تماره ونجفف ديور الناس ونجفف الدروجات باش ندير امي الناس بحالي بحال العيالات، وفي الاخر يجي يهرسهم ليا. سير الله يهرس لك هذوك العظام، وسير الله يهرس لك هذوك اليدين اللي كتهرس ليا بهم الماعي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. للاسف الشديد خروج المرأة إلى سوق الشغل يعني أصبح يفهم بشكل سيء من طرف عدد من الأزواج، على اعتبار أن عدد كبير منهم أصبح يفهم بأن عملها خارج البيت هو أصبح من الضرورة ولا يمكنها أن تتخلى عنه. وفي أحيان كثيرة نجد أن حتى الأزواج في بداية يعني مشوارهم فأصبحوا يفرضون على الزوجات تقاسم مصاريف البيت، وهذا يتنافى مع القانون ويتنافى مع الدين ويتنافى مع الأخلاق. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أن خروج المرأة إلى سوق الشغل هو عمل تطوعي، ويمكنها أن تمتنع
بكافة السبل والوسائل عن تقديم أي دعم مادي إلى الأسرة، فهذا غير مفروض. لكن بطبيعة الأسرة المغربية وبأخلاقها وبتربيتها وبأصولها، فهي لا تدخر أي جهد من أجل تقديم الدعم الجسدي والمادي والمعنوي من أجل إنجاح الأسرة. لكن هذا السلوك وهذا العطاء المتكرر والغير المحدود جعل بعض الأزواج يعني يصيبهم أو تصيبهم المسؤولية ويصيبهم الكسل، فتراجع دورهم وعدد كبير منهم تخلى حتى عن العمل الذي يقوم به، وبالتالي أصبحت الزوجة يعني تقدم مصروفها إلى البيت وإلى معيشة الأطفال وأيضا حتى إلى الأزواج الذين أصبحوا عالات على زوجاتهم في بيوتهم. وحين ترفض الزوجة هذا الوضع نجد أنها تقابل بالعنف الجسدي وتقابل بالرفض وتقابل بكافة أشكال العنف التي تحط من كرامتها وتحط من قيمتها أمام أبنائها، وهذا فعلا مؤسف لا يعكس أي مظهر من مظاهر الرجولة. وكل ما يقوم بهذا الفعل عليه أن يراجع ذاته وأن يراجع وضعه وأن يفكر في الأشياء التي تقوم بها وليتأكد أنها مخالفة للآداب وللأخلاق وللقانون وللثوابت الدينية. ديما شهدنا الجيران كل شيء كيتسنط لنا. شنو كيبقى؟ كيبقى يغوت ويبغي من الدري يدو ونبقى نسايس معاه ويغوت قدام الدري والجيران ديما محشم بيا مني ما يديرش يدقدق لي المعينات ويخرج. هكذا كيهرس لك الماعن. هو واحد مضيخ غادي يعقل على راسه واش كديك الساعه كيبان لي هو يعني طاجين خصو يمشي يكمي ولا يمشي يشرب ولا يمشي يدير القرينه الكحله اللي تضرب. دابا حيت عوال عليك عارفك انت خدامه غادي عارفك ما غتخليهش دونك ما غيدير حتى شي مجهود. اش عمرو دار مجهود في حياته؟ يعني ملي تزوجتي به عمرو جاب لك شي حاجه، عمرو دخل الدار شي حاجه، عمرو خرجكم شي ولا تسافرتوا ولا هاي جيب لي التمر ما يقود تقديد الماء علاش كيجيب حتى حاجه والو كاع زعما هذا الراجل ما عمرك ما شفتي معاه شي حاجه زوينه اختي ماشي تشوفي واحد مبلي مسطي ديال الاخر لا ولكن من نهار الاول انا بغيتك تفكري لي شي حاجه زوينه لان ملي جلستي وانت كتقولي لنا هذا الراجل داير فاعل تارك شحال من عام نتوما مزوجين الا كانت بنتك عندها 14 عام ما تكونش 15 عام 15 عام انت مزوجه نهار واحد زوين ما شفتيش مع هذا الراجل واختي اش غتشوفي فيه كنقول لك واحد مبلي ما مسطي دابا انا كنحاولين نفهم انا والمشاهدين منين هذا الراجل مبلي ومسطي علاش تزوجتي به النهار الاول وانا ما كنعرفوش ولكن نهار الايامات الاولى اللي مشيتي عنده لقيتيه داير بحال هكا ورا شويه راه بعد النوبات كيبين لك راه بعقله ولا كان واخد الوجبه ديالو راه كيكون بعقله يعني انت امتاش بديتي كتعيقي بها ان هذا الراجل ما غيتبدلش نهار ما بقاش كي ولا عاجز ولا عليه عليا لا الحمل دابا هو في الاول كان كيبريكولي في الموقف وكيمشي يعني بليتو واخا هكاك ما كنجيبش ليها الحساب ما كنحش به حيت كيجي مقاد راسو وبين يعني خير ما كيدير والو في الدار والو كيجي غي ياكل وينعس نجي ناكل نشرب وننعس على مانا ماشي داري اللي سمعك كتقول داري كتخلص كراها ولا الماكله كتجيب المونة بحال سيادك بارك علينا امي زهره قاضي الغارات بابا علاش كتعامل مع ماما بحال شي خدام ورا هي اصل خدامه انا مالها اش كدير ايه خدامه عليك وعليا وانت كاع ما مسوق ليا خليوني عليكم حتى نفيق عاد نسوق لكم اما دابا راسي مرفوع بنيتي نوضي نوضي البيت صغير وراجعي إلا تبعتي هذا كاع داكشي اللي بنيتي غيريبولك بنيتي يريبولك مالهاش بنات الدريات واش غنقول لك حاجه وحده اللي غنقد عليها الله يهديك راك شهمتيني انا وبنتي تبقي عام قابلاني انايا فوتيني عليك سيري قلبي لك على شي حرفه ولا شي قن قابليني انايا ما عندك ما تصوري مني والو انا واش شي 20 درهم ما عنديش 20 درهم اللي كتعدي عطيتها لك منين غنجيب لك الفلوس وانا مالي شغلي باغي نكمي اعطيني 20 درهم قاد يا قالوا واحد يلا سلفي راسك الخلافات بين الأزواج هو وضع طبيعي ووضع صحي
نستطيع من خلاله أن نصحح مجموعة من الثوابت ومجموعة من القوانين، وبإمكان هذه الخلافات وهذه النقاشات أن تصحح المسار المستقبلي للأسرة ككل. لكن في بعض الأحيان تتم مناقشة هذه الخلافات بأساليب وبطرق غير صحية وغير مناسبة، تتطور إلى العنف اللفظي وأحيانا إلى العنف الجسدي، وتخرج لغة الحوار عن موضعها الطبيعي نحو كلام قد يكون نابيا في بعض الأحيان، وقد يحدث أمام الأطفال في داخل البيت أو داخل الأسرة. هذا في حقة الأمر له انعكاسات خطيرة جدا على الأطفال في الأسرة، ويجعلهم يتأثرون بهذه السلوكات تأثرا نفسيا، ينعكس من خلال ظهور مجموعة من السلوكات من قبيل مثلا الهدر المدرسي، من قبيل الضعف النفسي، من قبيل الاكتئاب، من قبيل محاولة الهروب من البيت في بعض الأحيان، إلى غير ذلك من المشاكل التي لا نعرف لها منتهى. فبذلك ينبغي أن نعيد النظر في مثل هذه الأمور التي لا نعرف خطورتها على الأطفال وعلى الناشئة وعلى تربية الناشئة في المستقبل. بنيتك كتقرأ؟ ما شاء الله عليها، الله يحفظها ويحفظك على الوليدات. الله يحفظها. ديما هي الأولى ومسكينة، هذيك هي اللي كنقول لك راه هي اللي مصبراني. كتقول لي ماما غير صبري أنا غنكبر نخدم ونعاونك ونعوضك على هادشي كامل اللي كتعيشي فيه. الله يعطيها الصحة. ولكن الله يصاوب وصافي. ياك. وبنيتك يعني دابا كبرات، عارفة الخدمة ديالك، عارفة عارفك كضربي تمر على وج... على و... على ودها، عارفك عارفه الاب ديالها ما نافع حتى شي حاجه في الدار، عارفه هادشي. وكتقول هي ما عندهاش مشكل زعما. انا بعد مرات كنقول بنتي بدات تكبر وغادي ما ترضاش بيا، انا زعما كنجفف وداك الشيء. وهي هي ديما علاش ما ترضاش بيك؟ وراك هيك خدمه شريفه. يعني هي راه شريفه، ولكن اختي راه المجتمع ديالنا حق دار بعد الناس، ماشي كنقولش كلشي، وانما كاين واحد الفئه والله اختي اللي كيقولوا لك كلمه فحال كيدبحوك من عنقرتك، كيحقروك حقره ديال الله. واخا زعما تتشتغلي في مدرسه اللي تبارك الله فيها معلمين مدرسين اللي زعما بعقلهم غيكونوا اولياء الاباء، تما ناس واعيين ما غاديش يعني فاهمين بانه راه عمل عمل كل واحد واشنو كتب له في الرزق ديالو في الخدمه. لا لا، العمل ديالنا انا بالنسبه لي اختي تحقرت، لا انا وانا ما عنديش مشكل، ولكن الحقره الكبيره هي ديال بنتي مسكينه. علاش شنو وقع؟ عاودي ليا. ودابا هذيك المدرسه اللي قلت لك كنخدم فيها انا بكثره المشاكل وما كنجلش، كان كيف قلت لك كان اثنين ثلاث سبت حد ديما انا خدامه باش نوفر داك الشيء اللي خاصني للدار. ام زهرة، ام زهرة بسم الله عليك فيقي. حقا شاف عليا وليدي، عتقني كويس تما. هاكي شربي شربي. على سلامتك ام زهر. الله يسلمك اوليدي، عاد سقتيني، عاد رجعت فيا الروح. وتكيسي على راسك ام زهر، راه تمارا بزاف كترجع على مولاها. هلا انا كرهت اوليدي، هادشي كله كندير على قبل بنتي لبنى باش تعيش مزيان وتقرا مزيان. فاش كتقرا هاد البنيه ديالك؟ كتقرا في التاسع. غندير معاك واحد الحاجه زوينه ام زهر. فرحني اوليدي الله يرضي عليك. انا تجيبي لي ان شاء الله النتائج ديالها، وانا غنهضر لك مع المدير باش تقرا عندنا هنا في المؤسسه وفافور. يا ربي تعطيك ما بغيتي بخاطرك. امين. مزيان تقرا هنايا باش اللي تبقى عينيا عليها. ايوا جيبي لي غير النتائج ديالها ويكون خير. الله يجعل ربي يسهل. مرحبا ام زهر. الله يحفظك اوليدي، الله يحفظك. القصة التي نشاهدها اليوم هي ترتبط بحياة أسرة كانت تعيش وضعا طبيعيا لا إشكال فيه، لكن الزوج لم يقدم ما كان يفترض فيه أن يضحي من أجله،
فوجدناه تخلى عن الدور الذي ينبغي أن يقوم به، فأصبحت الزوجة هي التي تتحمل أعباء البيت، ما اضطرها إلى الخروج والبحث عن عمل آخر. ونظرا لمستواها الدراسي المتدني فاشتغلت في مؤسسة خصوصية تقوم بأعمال عادية وبسيطة جدا. هذا خلق في نفسها نوع من التحصر لمشاهدتها يعني تلاميذ داخل هذه المؤسسة نجباء يجتهدون يتلقون يعني تعليما ذو جودة عالية، في مقابل نجد أن ابنتها التي يعني تشتغل بشكل إيجابي وتدرس في مؤسسة أخرى لا تتلقى التعليم الذي ينبغي عليها أن تتلقاه. فبتدخل من مجموعة من الأطر الإدارية وكذلك بعض الأطر التربوية يعني فتحت لها فرصة أن تأتي بابنتها إلى هذه المؤسسة من أجل متابعة دراستها. وهنا لا بد أن نشير أنه، وهذا عمل في الحقيقة ينبغي أن ننوه به، هو أنه مجموعة من المؤسسات الخصوصية في مجموعة من المناطق في المغرب وأيضا في المدن تخصص هامشا مهما للأعمال الخيرية التي تقدم لبعض الأطفال من أجل متابعة دروسهم في هذه المؤسسات بشكل مجاني. بعض الأحيان يمكن أن تصل حتى إلى 3-4% من المقاعد مخصصة للتلاميذ من أجل متابعة دراستهم مجانا، إما أبناء ينتمون إلى الأسر المعوزة أو الأطفال المتخلى عنهم أو حتى الأطفال الأيتام. فنتمنى أن يرتفع هذا العدد إلى أرقام أخرى حتى نستطيع أن يعني ننقذ مجموعة من الأطفال والتلاميذ المتميزون في مجالهم الدراسي وأن نعمل على إنقاذهم من أجل تطوير مجالهم الدراسي. المدير عيط لي قال لي أجي، مشيت عنده تا هو الله يجازيه بخير، بقى كيهضر قال لي مالك، قلت ليه عاودت لي بحال هادشي اللي قلت ليك، قال لي بنيتك جيب لي الدوسي ديالها من المدرسة، قلت ليه واخا، ملي جيتو لي لقاها تبارك الله متفوقة وداكشي، ويقول لي يلاه لالا أنا غادي نتعاون معاك وبنتك غادي تكمل قرايتها هنا حيت كتقرا مزيان. فرحت ما نكذبش عليك، كاين الناس بزاف كيديروا بحال هاد، فرحت عجبني الحال، قلت بعدا الحمد لله بنيتي زعما تعيش تقرا في واحد البلاصه اللي كنت كنتمنى ولو انا نقريها، ولكن الغالب الله، ولكن جاب سيدي ربي ما كيسد بابش كيحل بيبان، فعلا دخلتها ولكن بعدا تبقى على عينيك وقريبه لك و ماشي ضربي الطريق باش مشي تجيبيها وي راه كنت مشطونه فاش كانت، ولكن المشكل الكبير هو فاش دخلتها المدرسه معايا، ما حتى حد ما كيخليك في راحتك، حتى واحد ربي اللي كيفرق الارزاق وربي هو اللي خلق كل واحد، وبنادم كيحقرك حقار حقروني وحقروا يا بنتي انا ماشي مشكل، ولكن الدريه باقا صغيره. اي جيه شدو في دابا ولا تستريح قرصه منها وما تمشيش فيها لشي، المهم هي تدخل باكيه. اه والله ساك تعرف تزف، وكنت تشوف العصيره اش كدير ليه في اخبارك، ملي جات ماما تلوبنا خرجت نقات تلقاها كدير ليها دروس ديال الدعم ريدي ولا وفي الشفاف. لوبنا وين انت بنتي كتبكي؟ وين السد ما مالي والو؟ كيفاش ما مالك والو ودموعك نازلين؟ واحد التمرين ما عرفتش نخرج وصافي. واش في الرياضيات؟ انا نهضر لك مع الاستاذ ديالك دابا. لا لا سب لا ما تهضر معاه. اذا ماشي التمرين اللي بكاك، انا كنعرفك ما حتى عمليه ما كتغلبك، قولي لي شنو واقع لك؟ اللي كيقرا معايا كيضحك عليا وسط القسم. كيضحك عليك وسط القسم؟ وعلاش؟ كيقول لي بنت الخدام اللي كتجفف في المدرسه. اجي رضا عالي اجي لهنا. سب نعم استاذ، انا درت لها شي حاجه؟ درت لها شي حاجه انا عالي؟ ما درتش ليها والو، عاكش ما تجيب سبتها علينا. اش بينك وبين لبنى؟ ما بيني وبينها والو استاذ، وعلاش كتجي منها؟ استاذ كيتنمروا عليا كيقولوا لي بنت الخدام. انا كنتنمر عليك لبنى انا؟ ومالك ماشي بنت الخدامه؟ اسكت انت وياه وسيروا القسم ديالكم، انا عارف اش غندير معاكم. استاذ هما اللي كذبت عليها، ياك ماما هي اللي كتجفف في المدرسه. هذا الشيء راه كتقول فيه راه عيب، ماما ها راه خدامه خدمه شريفه. انا فرحانه بماما. ها ها هي فرحانه بماما استاذ، علاش كتلومني انا؟ قلت لك سير حيد من هنا وانا عارف اش غادي ندير ومع من غادي ندوي، يلا سير انت وياه. استاذ انا غنمشي دابا عندي حصه. يلا سير يا بنتي.
إذا تحقق هدف هذه السيدة وهو أنها تمكنت من إلحاق ابنتها إلى مؤسسة تعليمية خاصة كي تستفيد من الدروس المقدمة لها، لكن هذه الطفلة تم التعامل معها بشكل مغاير ومختلف لأنه تم النظر إليها من طرف أقرانها نظرة دونية. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أن هؤلاء الأطفال يعتبرون أنفسهم أنهم يعيشون في علية القوم، وأن هذه الطفلة جاءت من مستوى متدني وهابط جدا، وبالتالي تم التعامل معها بمعاملة قاسية شيئا ما، من خلال تهميشها، من خلال التنابز بالألقاب حولها، من خلال التقليل من شأنها والتفاعل معها ومحاولة إقصائها من الفعل التربوي ككل. وبالتالي نجد أن هذه السلوكات في حقيقة الأمر ينبغي ألا تقدم، هي فيها نوع من الأذية إن صح التعبير، وهو ما يسمى علميا بفعل تنمر، لأن حينما نتحدث عن التنمر بشكل خاص هو بمثابة يعني إقصاء ممنهج لشخص معين، إما ومحاولة أذيته عمدا نفسيا واجتماعيا. ووفق آخر الدراسات فكل شخص متنمر هو مشروع لحالة نفسية معقدة. لكن شنو اللي خلاك تقولي الناس حقارين؟ يعني واش شنو سمعتي منهم؟ واش كان شي اختلاف في المعامله؟ واش كانوا كيعايروها؟ اختي كيتنمروا عليها بزاف، اللي تنوض تقول لها يا بنت الخدامه، اللي كيجي عندك ما تلعبيش معانا، هذيك راه بنت الفام دميناج، شوفي ديها راه مسخره، ماما كتقيسها حيت كتجفف. شي هضره شي هضره. هادو دراري صغار. شحال كان عندها بنتك فاش دخلتي على المدرسه؟ في 14 عام. يعني راه تبارك الله بعقلها. راه واحد الدراري كاينين عشان نقول لك شي هضور عرفتي جنون. لا اله الا الله، زعما والمشكله ماشي حتى في الدراري، المشكله حتى في الوالدين. الدراري تقولي دراري صغار ما عندهمش العقل، والوالدين والدراري راه يجبدوا شي من الوالدين صراحه. زعما بقيت كنا وحق الله تنجي كنبغي نجيك وسط الاستراحه ديالها كنبغي نعطيها تاكل، وكنمشي نعطيها بالتخبيه، هي كتقول لي لا ماما انا ما نتخباش، اعطيني قدام الناس، انا مفتخره بك انك ماما. وما زعما الصراحه راه قلت لك هي اللي زعما عاطيني القوه وعاطيني الجهد باش كنوقف وحق الله العظيم. ولكن اختي تسمى حقرونا وحقروها هي بزاف، وخفت تعقد لي، وفي خبارك راه ما تبغيش تبين ليا، شحال من مره كنلقاها مسكينه تبكي وما كتبغيش تبين ليا باش ما تحسسنيش، واختي ملي تمرض ليا شي مرض نفساني باش غناتيها. ما بغيت انا زعما نقول لهاد الناس لا كبار لا صغار، مابقاوش يتنمروا على الناس ومابقاوش يضحكوا عليهم، راه كله كيدير لهم، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه. شنو يعني بنتك واش كانت شنو كتعاود لك؟ شنو تيقولوا الدراري مثلا باش نعرفوا، واش حتى الناس اللي كيسمعونا على وليداتهم شويه ينبهوهم؟ يعني شنو الهضره اللي كتسمع منهم؟ لا هي مسكينه راه ما تتقولش، هي ما تتقولش لي باش انا. انت باش عرفتيها يعني كيتنمروا عليها؟ وراه كنشوف كلشي في الساحه ديال المدرسه، ونشوف واحد النهار جات لي واحد الام جات عندي قالت لي اجي انتيا لهنايا بنتك. قلت لها مال بنت صحفني؟ واش انا عارفه بنتي ما تضرب ما دير حتى شي حاجه، واخا حنايا على قد الحال، ولكن والله اختينا مربيها احسن تربيه. قلت لي اجي انتي علاش بنتك جيبها كتقرا هنايا؟ قلت لها علاش هما علاش الله؟ قالت لي واش فحالك ولادهم يقراو هنا؟ سير دي بنتك ولا سير علمها داك الشيء اللي كديري، جيبها حتى هي ضرب الجفاف في حالك، وحيده بعدها على ولادنا. ولادنا عرفتي شحال اش خاسرين عليهم؟ عرفتي جايبين ليهم واش درت ليهم؟ وانت عطاك الله حنا لينا الله. قلت لها راه صافي اش باش ندير؟ قلت لها المدير اللي قال لي نجيبها تقرا هنايا واش ما علاش الله؟ خرجوا في عينيكم، شوف فيا مزيان، سمعتي كلامي مع باباك؟ سمعته استاذ. انت راه الولي الامر ديالك غيجي هاد العشيه، وقال لك غادي يجي. حتى التصرف اللي درتي انت وياه ما يمكنش المؤسسه تسكت عليه. وكنا باغيين نضحكوا معاه استاذ. ضحك معاه وتجرحوا التلميذه الزميله ديالكم وتنمروا عليها، ها دوي محشوماش وراه اذا استاذ ولا شي جرني تنمروا عليها. اسكت شويه، هذا الشيء حتى يجي ولي الامر ديالك وقولي قدامه، اما انا ما غاديش نتسامع على هذا الشيء اللي درتي انت وياه. نوعدوك استاذ عمرنا نبقاو نعاودوا.
هادشي قلتي لي بزاف د المرات وغمضت عيني. الا اقتدى الحال غتبدلوا المؤسسه غادي نتبدلوها. اسمح لينا السيد والله ما نبقاو نعاودوا. انا بغيتكم غير تخدموا عقلكم. اشنو دل بنوبنا الا كانت ماماها خدامه عندنا في المؤسسه؟ واشنو دل بامي زهره الا كانت خدامه بدراعها؟ صافي سكتوا. قول لي يا علي شحال جبتي في اخر امتحان؟ 13. وانت؟ 14. شتو ديك اللي كتنمروا عليها راه ما كتنزلش على العشرين. سمعتوني ولا ما سمعتونيش؟ سمعت كنت غلط السيد. كنتي غلط وجرحتوها. انا راه بغيتكم نتوما تكونوا واقفين معاها وتجيو منها ماشي تكونوا ضدها. كون هاني يا استاذ ما نخلي حتى شي واحد يبقى يتنمر عليها. هادشي انا غنقوم به. يلا سير الفصل ديالكم يلا نوضوا وهادشي ما نبغيش يتعاود. جلسي يا ام زهره جلسي. هادشي بزاف. مالك لالا زهره؟ هادشي بزاف وعاد ما غادي وكيتزاد كثر. ياك المشكل في كينا ياك ماشي واحد اخر من غير رضا وعلي. شوف كلشي يدوز الا عرفتي تلاقات معايا موت واحد التلميذ كيقرا عندكم. عرفتي شنو دارت ليا؟ علي نسات ما خلت فيا علي نسات. هنا عندنا في المؤسسه. اييه سيدي. لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. شوف استاذ انا نهار الاول غلطت ملي جبت بنتي تقرا هنا وانت دابا عافاك جيت باش نعطي طلب باش نرجعها فين كانت كتقرا. لبنى غتبقى هنايا وهنا خدمتنا هي نغيروا هاد السلوكات ام زهره. ولكن اسمح لي يا استاذ ماشي على حساب بنتي. فهميني لالا زهره الله يرحم لك الوالدين. لبنى غادا زوين وهي الاولى في القسم ديالها ما يمكنش تضيعها وتضيع راسك في بهاد المشاكل هادي. والله الا حرت والله ما عرفت شنو ندير. غير تهني من جهه لبنى ام زهره. كوني هانيه. هو انت تعرف احسن مني. غير كوني هانيه ام زهره. خليت لك الراحه. سلام. سمحي لي لوب انا اللي كنت خليتهم لك كل شيء فرشيهم ليا. سمحي لي لوب كنا غالطين في حقك. من اليوم دير لنا بحال خوش اللي بغي شيء احنا معاك. بعدما كنا بصدد حالة مرضية تسمى بالتنمر الذي مورس على التلميذة من طرف أقرانها داخل الفصل الدراسي نجده يتطور إلى تنمر آخر هذه المرة مورس على الأم من طرف مجموعة من العائلات التي حاولت أن تتدخل لدى إدارة المؤسسة من أجل ثني هذه التلميذة وطردها من المؤسسة. أعتقد بأن هذا سلوك مرفوض على الإطلاق ولا ينبغي أن يكون في مؤسسة تربوية في المغرب لسبب بسيط وهو أنه لا وجود لأي مصوغ لا قانوني ولا أخلاقي ولا ديني من أجل هذا الفعل. وفي وزارة التربية الوطنية في المغرب يعني لها مجموعة من القوانين اللازمة التي تحث أو تؤكد على أن كل تلاميذ ينبغي أن يعاملوا من طرف إدارة المؤسسة على قدم المساواة، ومن ثم ينبغي أن يفعل يعني قانون وموجود في المغرب وحتى في بعض البلدان المتقدمة التي تفعله وما يسمى باللباس الموحد. فوظيفة اللباس الموحد بين المتعلمين هدفه الأسمى هو جعل التلاميذ ينظرون إلى بعضهم يعني نظرة موحدة ولا اختلاف بينهم ولا يهم الوضع الاجتماعي الذي تعيشه أسرهم مهما يعني كانت مصادر هؤلاء التلاميذ. ينبغي أن يعاملوا على قدم المساواة من طرف الأساتذة ومن طرف الإدارة التربوية. المسائل العائلية فهي ترتبط بإدارة المؤسسة ولا دخل للتلاميذ ولا لأولياء الأمور وحتى لإدارة المؤسسة فيها. غربة في قلبهم الرحمة وناس اللي واعيين ومثقفين وعارفين بحال الحوايج ما خصهاش تكون. يعني غريب أننا نسمعوا بحال هاد الأمور هذه كتوقع دابا في هاد الوقيتة هذه خصوصا من بعد الأزمة. بزاف الناس فاقوا وردوا البال وكيف ما قلتي شحال من واحد فين كانوا تهرس بسبب الأزمة والعكس وشحال الناس اللي من يعني تبارك الله ربي يسر ليهم. وهذا وحنا عارفين دابا الدنيا كيف ما قلتي كدور وحنا سواسية. دونك واش دابا في هذا الوقت اللي كنعيشوا فيه باقي الناس كيتكلموا بحال هكا؟ والله اختي بحال كتشوفها بعينك ولكن كاينين ولاد الناس راه ماشي ما كاينينش نفس الفئه ونفس زعما كاين داك المستوى اللي في دوك الناس الاخرين بحال وكاين الله يعمر لهم الدار ويحنوا فيها ويتهلاو فيها وكل شيء
وكاين اللي لا عندها شي صحاباتها عندها صحاباتها قراب ليها مثلا في هذه المدرسه اللي انت هي مسكينه زعما كتحاول ما تقرش مش ما تطيحش في داك ولكن كاينين تبارك الله وليدات حتى هما ما زعما ما فضلتهم قدام بنتي زعما دريو شين وهذا واخا فايتي كيحترموها واللي كيبقاو يدافعوا عليها فئه هكا وفكين زوين وكاين الخيب ولكن اختي هذوك الخيب راه واحد خيب كيطفي 100 واحد زوين راه كلمه واحده راه تخيلي باش تحسي ولدك ولا بنتك جالس ويجي واحد ويضربوا برجليه هكا ولي دفعوا يقول لي نوضه ولد الخدامه نوضه ولد الجفافه شو ما باش غيحس كيبقاو دراري والمراهقه أنجب الله ربي عطيني ديك البنية متشيبتة وقلبها كبير ليلى هاي ماما بابا تحشي شوف خليني لك توكيل الله يرحمك كان لك الأغنية هادي اللي تسالي ديك الساعة خدمي على خاطرك ديك الأغنية كنا غير في التليفون نسالي هاد الشيء وديك الساعة صمت لها هنا فبان تيليا بديتي كت تقريبا تقريبا راك فوتوكوبي ديال ماما سالي هاد التمارين اللي عندي وديك الساعه نشوف هاد الفوتوكوبي اللي باقي لي عرفتي اش غديري نوضي سيري لبيتك وخرجي التمارين ديالك على خاطر الله كتخرجي لي الدمياط نوضي نوضي دكاج بيش يا بابا فيه البوله الصفراء ما كنشوفش مزيان نوض انا نخرج حسن ليا اجي انتي عاد داخله لا عاد خارجه سيري بنتي سيري 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 اش قالوا لك المدرسة ماما؟ مبغاش بنتي الحارس العام يعطيني الانتقال ديالك حتى انا باغا نبقى فيها واش تقول يا بنيتي؟ هادوك اللي كيتنمروا عليك كل مرة يقولوا لك حاجة عاجبك الحال؟ صافي يا ماما هادوك راه صحابي صحابك؟ واش بدلهم؟ يا قلتي لي كانوا يتنمروا عليك واش شغلهم هذاك؟ هادوك ولاو فحال خوتي ايوا مزيان والله الا فرحتيني هادشي اللي بغيت والحمد لله شوفي اللي دالك شي حاجه خليه منه الله اعتقد بان ما شاهدناه في هذه الحلقه من سلوكات غير اخلاقيه تؤثر سلبا في نفسيه المتعلمين يجب الا يعني تظل سائده في المدرسه المغربيه بشكل عام وان يتم تعويضها بسلوكات تربويه تقوم على المحبه وعلى الاخاء وعلى المساعدة وعلى المساندة لأننا نشتغل أو نتردد على مؤسسات تربوية تعليمية بمعنى تطوير الجانب التربوي وتحسين الجوانب التعليمية بهدف فقط ليس فقط خدمة الأسرة والمجتمع بل البلد ككل وأن يبحث التلميذ عن موطئ قدم له في مؤسسات التعليم العالي ليس فقط في المغرب بل حتى في البلدان المتقدمة ويحضرني هنا دليل يمكن أن نعود فقط إلى إحدى المؤسسات التعليمية التي تنتمي إلى التعليم العالي في فرنسا التي ترشح لها مئات الطلبة من مختلف الدول كان المطلوب هو 45 تلميذ وجدنا أن 33 تلميذا من المغرب تمكنوا من الدخول إلى هذه المؤسسة وهذا فخر للمدرسة المغربية واعتزاز للمؤسسات التعليمية المغربية من ثم ينبغي أن نفكر في تطوير هذه الأرقام وأن نعمل على ترسيخ روح المحبة التي ينبغي أن تسود في المؤسسات التعليمية عوض إهدار جهدنا في أشياء تافهة لا قيمة لها. غادة مزيان زعما الله يرضي عليها. الأساتذة ديالها يعني كيفاش كيتعاملوا معها؟ كيتعاملوا معها زوين حيت هي ما كالعسل مأدبة. ما تسمعيش منها كلمة خايبة ما تسمعهاش وديك الشيء اللي تقول لك واخا وحاني الراس هي مسكينة ما تقدرش تدخل حتى تاكل معاهم في المدرسة ما ياك تبغيش كيبغي كتبغيش حيت كيحرجوها كيحرجوها تيبداو عليها فشي هضرة راه دونك ديما كتحس براسها ناقصة عليهم بزاف وألوغ في القراية قلتي لي مزيانة أحسن منهم تقريبا لا هي تبارك الله في القراية مزيان الحمد لله بعدا اللي ربي عطيها النعمة ديال القراية الحمد لله أما كون ما كانتش كتقرا تاني ولا ناقصة عليهم شوية كرتها هي الكسولاية هذه كرة تنمر من
ناحيه ثانيه. دابا هذا التنمر اللي كتعيشه بنتك وكتعيشيه حتى انت، انت كتعيشيه من 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 خلال بنتك، وبنتك كتعيشه من خلالك انت، يعني على جوج جهات. انت براسك قلتي لي كتسمعي الهضره في هذا. انا التنمر كنعيشه ابار بنتي، شي انا بوحدي تنعيشه، لان كاين شي ناس كيف قلت لك كيحقروا الواحد. مثلا نمشي نشقال شي وحده، عرفتي اش كيديروا لينا؟ وكيفاش تعاملك وكيفاش وميتو تحط لك الماكله في الكوزينه وما تحطهاش حتى في الطبله، تحطها لك في الارض ومطبسين في الميكا ويلي كاع ثلاثه. اقسم بالله اختي تكرفت. وكاين اللي كتمشي عندها وتجلسك مع وليداتها وتاكلي معاها، وملي تمشي ما تخلي ما دير عليك وتبقى لك سمحي ليا. الناس مختلفين التربيه، كلو كيفاش كيدار لي الله. ولكن اختي دوك اللي كيبقاو كيتنمروا كيحقرونا، هذوك كيديروا حق ليلى، كيديروا لنا واحد الغصه في القلب راه ما كيعلم بها غير الله. راه كنحطوا راسنا على المخده، الدموع كيتلاقى. مازال ما نعستيش يا ماما؟ اش هانيش نعاسه بليتي؟ هي شاطناك شي حاجه؟ هما حاجات شاطيني ماشي حاجه. وليش كتبكي؟ في الليل كنتنفس شويه والبكا كيجي بوحدو. صافي حتى انا غندمك. لا بنيتي ما تبكيش، خليني نبكي انا. الا بكات عينيك ماما تبكي عيني. شفت حالي وما دايرين فيا، وشفت حالك وما دايرين فيك. حالي وحالك واحد، ان شاء الله نكبر نعوضك على هذا الشيء كامل. ربي عليك. خروج المرأة إلى سوق الشغل وتقديمها مختلف التضحيات في سبيل أسرتها وزوجها يجعل من هذا الأخير ينظر إليها نظرة أخرى، فيحوله من زوج ينبغي أن يكون حريصا على تقديم كافة الخدمات إلى أسرته إلى زوج فاشل يتخلى عن الدور الطبيعي الذي يفترض فيه أن يقوم به. فهذا يتسبب في مجموعة من المشاكل والخلافات داخل الأسرة، لذلك نجد أن الأمر يتطور إلى يعني صراعات ما بين الزوجين، يمكن أن تتطور إلى المحاكم ويمكن أن تصل إلى الطلاق، وهذا في حقة الأمر يترك لنا مشاكل أخرى لم تعد مرتبطة فقط في المجتمع الذي تعيشه هذه الأسرة، بل نجد أن الأطفال يصيبهم نوع من التفكك الأسري، ويمكن أن تصل إلى تخلي الزوج عن أبنائها أو هروب الزوج من بيت الزوجية إلى غير ذلك من المشاكل التي لم تعد تؤثر فقط على الأسرة بل تؤثر على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني ككل. دابا هذا الشيء كله اللي عاودتي لينا والحقره وتماره وما ما يعني ما قدرش تلاقي الشهر وبنتك مسكينه في هذه المعاناه وهذا، راجلك فين هو في هذا الشيء كامل؟ يعني واش ما كتشكي عليه؟ ما كتجي يعني تفتحي له قلبك وتقولي له ها شنو عشت وهذا؟ ما كيجي يصبرك، ما يقول لك غنتعاونوا؟ يعني فين راجلك؟ انا ما عجبنيش الحال من داك الشيء اللي عاودتي لي في الاول، مي كومام كنتسائل فين راجلك في هذا الشيء كامل؟ واختي راه راجلي لا اللي لقى العونه منين نشرب غادي يقول لا، راه هو كنخرج نخلي ناعس ينوض عليا ياكل ويرجع ينعس ونرجع ونلقاه باقي مجبد يتسنى باش نجي نعطيه. لقى الطبله عامره بطفيه الكاروب والروينه و... دابا بيني وبينك لالا زهرة، واش انت اللي باغي هاد الحاله هادي؟ واختي واش كاين شي واحد كيبغي هاد الشيء؟ انا ما كرهتش شي حتى بزاف، حنا كنا كنعيشوا شي حوايج هكذا برا، ولا بعض المرات في خدمتنا ما كيعجبناش الحال، ولا كنعيشوا شي حاجه ماشي هي هذيك، كتدخل تتبغي تلقى شي واحد اللي تكى عليه اللي على الاقل تعاود له يطبطب عليك. انت دابا واش انت راضيه لنفسك هاد الوضعيه انك تدخلي وتلقاي هم اخر هكذا في الدار؟ وانا اختي ما راضياش، راه جربت شحال من نوبه نعطي اتساع ولكن راه ما كنلقاش الجهد، راه مني كنمشي لدارنا راه ما كنلقى راحه، مني كنجي كنقول له هز حوايجك زيد في حالاتك كينو دي قرب يدري كيقول والله تنصفها لك ونصفها للدريه ونزيد انايا نمشي ها قال لي نجلس وناكل ونشرب فابور
ومعدل بحال بحال الخطيه واختي مع من تهضري انتي قولي فلاصتي اش ديري ونولي اختي قاتل لي الدري ولا ديري شي مصيبه واحد ما كيعقلش عطيه البليه بلا 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 جيني من الاخر اخر كلام شنو هو اللي بغيتي يا قاسم نحضروا لك ولكن على قد جهدي ها خلينا هاني الله يرحم لك الوالدين وعلاش كتقلبي عليا علاش كتبدلي عليا غير قولي علاش كتبدلي عليا والله ما بقى نتبدل ولكن بشرط اشنو هو لبنى ما تخميش لبنى غنعطيها التيسعة لا بنتي خليها عليك بعيدة وخليها ديها في قرايتها وخليها على خاطرها ولا بغيتي نخلي بنتك بعيدة وهي تشدي معايا الطريق وتبقايش تلوي عليا والله تنشد معاك قاسم الطريق كون هاني صافي يلا نروح 100 درهم ويلي قاسم 100 درهم كلها بزاف هانتي كتقلبي تاني لا قاسم راه بغيت نشريها لبنى صبار وانتي طلعي دغيا سربي يلا بغيت نشري لها صبار وراه عندها الصبار وفينا مرة كاع صباب طابعتيهم بنص الثمن ورا لا ما عطيتينيش دابا 100 درهم راه فين ما يبان ليش الصباط نبيعو هايا يلا نوض وسيري فين بغيتي دار الله يا سيدي ربي الله على هذا المكتوب اللي طحت فيه هذا الراجل ما غاديش يتبدل طمع عليا في الصباط بغيت نشري لبنيتي طمع عليا في 100 درهم واش غنقول لك الله يجعل ربي يهديك في الأخير يمكن أن نطرح السؤال ما هي الوسائل الأدوات التي يمكن أن نستعملها بهدف علاج مشكلة التنمر أعتقد أن آخر ما جاءت به اليونيسف في السنة الماضية هو أنها قدمت مجموعة من البرامج بغرض معالجة التنمر في المؤسسات التعليمية وأعتقد بأنها التقرير هو يعكس بشكل من الأشكال اعتراف مؤسسات رسمية بوجود هذا المرض داخل هذه المؤسسات وبالتالي ينبغي علاج هذا الإشكال ويقترح مجموعة من المتخصصون صنفين من العلاج العلاج الأول هو ما يسمى بالعلاج الأسري يتم من خلال تتبع الحالات النفسية للطفل وأيضا من خلال تتبع البرامج اليومية والأسبوعية لهذا الأخير بالإضافة إلى ضرورة إشراك الطفل في مجموعة من الأنشطة الاجتماعية التي تعزز ثقة هذا الطفل في نفسه أما فيما يتعلق بالعلاج في المؤسسات التعليمية فيتم من جانبين رئيسيين الجانب الأول يتعلق بالأساس من خلال إشراك الأطر الإدارية والتربوية مؤسسات المجتمع المدني والمدرسون في مختلف البرامج التي يمكن من خلالها أن نصل إلى قاعدة أساسية نستطيع بموجبها أن نعالج هذا المرض الجانب الثاني أو الصنف الثاني هو وجود مجموعة من البرامج العالمية التي أصبحت اليوم تشتغل على يعني محاولة القضاء على التنمر داخل هذه المؤسسات من أهم هذه البرامج هو برنامج ألويس هو برنامج يعني اعتمدته مجموعة من الدول الأوروبية هو للعالم النرويجي أن ألويس والذي يقدم يعني صيغة متكاملة ومراحل مندمجة من أجل محاربة هذه الظاهرة في مختلف المؤسسات والنتائج المتوصل إليها أكدت أن نسبة محاربة التنمر داخل هذه المؤسسات قد انخفضت ب 50% لظرف وجيز مدابة بغيتي تغيري الواقع ديالك شنو مثلا عطيناك واحد العصا السحريه وقلنا لك شنو اول حاجه غادي تغيري في حياتك الراجل هو الاول نصيفط اختي نكذب عليك والله ولقى اللي سندني واللي وقف معايا نصيفطو ما زيدني حتى بشي حاجه ونقرب نيتي وندير سكينه نرتاح فيها شي بلاصه اللي مزيانة نرى من كوشك الساكن اللي ساكنة فيه كيفاش وهذاك الساكن ونهار كنمشي كتفيض بيه وكنبغي نمشي نخلي الراجل نزيد كنبغي نكراشي بيت بحال كيف كاري مع الجيران تيقولي واش مجوجة تما انا مجوجة تدزي لي بورقة انا ما زيد عليا حتى بشي حاجة يعني ديجا هز الهم انك الا كنتي مرا مطلقة ما غتلقايش اللي يكري لك اه حيت 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 تمشي لشي ديور وبحال هكا كتقول لي راه بغيت نسكن انا وبنتي يقول لا 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 انا عندك الراجل يجي معاك ما عندكش ما تجيش عندنا يا ودي ولي مطلقه ولي ميت لها الراجل راه هادو هما داك الشيء اسباب ما كيخليك
كتشوفي تتعيش تقولي اللهم داك المصيبه اللي عاطيني الله وانا نبقى نتكر فاس معايا بقى الله اشنو تبعتي للزنقه نشوف نتك انا نقول ماشي مشكل كتاب وحدي راه شحال من دار نمشي نخدم فيها ونبات فيها ولكن راه دريه دابا انت يعني بكثرت هاد المشاكل وعارفه شنو واقع في المجتمع لانك هذه امور كتشوفيها قدامك وتتعيشيها صبرتي على واحد الهم لدرجه ما بقيتيش كتعتبري هم واللي زاد يعني وتقريبا السبب اللي جيتي باش تكلمي معنا عليه اليوم في برنامج مع الناس هو التنمر يعني التنمر ضرك اكثر من حوايج اخرى اللي انت عايشاها اختي راه بزاف حتى عقدوا لي بنتي والله اختي لو كنت شوفي داك الشيء اللي كيديروا الاراء ماشي ما نكذبش عليك انا كنبقى نبكي صبرتي انت ولكن على بنتك ما قدرتيش ما يمكنش راه حنا علاش عايشين في الدنيا اصلا راه على وليداتنا كاين شي واحد يرضى شي كلمه خايبه على وليداتو دابا هاد الناس مثلا كيشوفوك الناس اللي كيتابعونا كلنا كنتلاقاو مع بعضياتنا بحال هكذا وحنا مختلفين في المستويات وحنا مختلفين في يعني في كل واحد ورزقه ياك شنو تقولي للناس يعني شنو كيفاش كنتي تبغي انهم يتعاملوا مع بنتك ومع وليدات اللي بحال الشكل ديال بنتك نقول لهم ما يبقاوش يتنمروا على الناس ولا الوليدات راه ماشي تاع لي انا حيت بنتي انا حيت ما خدامه راه حتى مسكين اللي عطى ربي شي خليقه كتلقاه مسكين معوق ولا هذوك كيبركوا عليه يا مثلا يا العوار يا العرا حشومه راه حشومه هذا الشيء كنقول لهم علاش الشيطان راه اللي مخرج من الدنيا مخرج من عقيبها وبركه من هاد بحال هاد الهضره بحال هادي راه كتعقدوا الوليدات وتتخلوا الوالدين كيتعذبوا كثر راه كنت تطيحي في ذاك الموقف راه كنت تصيبي تشدي دوك اللي كيتنمروا لك على ولادك تشديهم تاكليهم ما كاينش اللي يتقبل هو هذاك اللي كيتنمر يبغي اللي يتنمر عليه يبغي اللي يحقرو راه ما غايبغيش وتا هو يحط راسو في بلاصه الناس ويدير ان راه اليوم هو بصحته راه غدا يقدر يكون ماشي بصحته ويجيب لي ربي اللي تا هو يتنمر عليه باش يحس بهذوك الناس اللي هما في هذاك الموقف الله يهديهم وترى كاينين الناس اللي مزيانين راه ماشي كلشي خير الله يهديهم وصافي هذه فقط حالة من مئات حالات التنمر اللي كيتعرضوا لها وليداتنا في المدرسة وما ننساوش أن التنمر في المدارس خطير جدا وعنده عواقب لا تحمد عقباها غادي نطرقوا لمواضيع أخرى في نفس السياق في حلقتنا المقبلة وما تنساوش أنكم ترسلونا مشاهدين على العناوين اللي كتشاهدوا أو إلى بغيتوا تعودوا تشاهدوا البرنامج يمكن لكم تشوفوه على الابليكاسيون ديال ماي دوزيم أو على موقع دوزيم.ما نلتقي في حلقة جديدة وعبرة جديدة ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات